أولى مساحاتنا حنخصصها للأطفال لفرح والتربية. مع التطور التكنولوجي أصبح الطفل معرض لكل أنواع طبعا هذا التطور. يمكن الأهل بيلاقوها فرصة حتى يشغلوا وقت الطفل بهذا الوقت. ويمكن كثير حكينا عنها لهي القصة فرح والاضطرابات اللي ممكن تلحق بهذا الشيء طبعا نتيجة تعرض المفرط للتكنولوجيا. لهيك بدنا نحكي عن هي خطورة طبعا وشو لازم نتصرف بالتصرفات الصحيحة مع التطور التكنولوجي مع الدكتورة وفاء شعبان، دكتورة بالتربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم واهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتوره مره ثانيه. اهلا وسهلا فيكي. واليوم يمكن عم نختار هذا الموضوع نتيجه الاستخدام المفرط وباعمار سنوات كثير قليله للاطفال باسباب مختلفه. خلينا نحكي اليوم عن هذا الغزو التكنولوجي للاطفال بسن مبكر، شو مدى خطورته اليوم؟ بالبداية خلينا قبل ما نبدأ نحكي عن التكنولوجيا وأثرها نحدد الوقت اللي لازم كل أم تعطيه لابنها لحتى يقدر يستخدم هذا النوع من التكنولوجيا. قبل كل شيء شو بنقصد بالتكنولوجيا؟ هي أجهزة الموبايل، التلفزيون، الآيباد. نعم. أي نوع من أنواع من هذه الأجهزة تبع التكنولوجيا ممكن تأثر سلباً وإيجاباً. يعني أنا ما فيني إنه كل الوسائل هي إنه عم بتأثر بس سلباً، لكن نعم. في بعض الفوائد اللي ممكن نحن نستفيد منها من خلال هذه الأجهزة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. خلينا نقول إنه بالبداية الطفل بالسنتين الأوليين، يعني بالسنة الأولى والثانية، الأم عادة بتعطي ابنها هالموبايل مشان هي تقوم لأغراضها، تقوم لشغلها، عندها مهام ثانية بتقدر تعملها. هذا ممنوع منعا باتا. الطفل قبل السنتين ممنوع يتعرض لاي نوع من انواع التكنولوجيا. هلا بنحكي نحن شو السبب او ليش، يعني وممكن ممكن نفسر ليش انه قبل السنتين. وللاسف للاسف انا بشوف حالات كثير كثير بيجوني بالسنتين، سنتين ونص، ثلاث سنين، تعالوا شوفوا ابننا عنده توحد، ابننا عنده. اول سؤال بسال انا انه انت ابنك بيقعد على الموبايل او بيقعد على التلفزيون على قنوات التلفزيونيه للاطفال؟ بقول لك 10 ساعات، 6 ساعات، أوه. 7 ساعات. طب هذا الامر لطفل عمره سنتين جريمه، قبل السنتين جريمه لا تغتفر نهائيا لعده اسباب. اولا الطفل بهذا العمر المخ بينمو نموا سريعا، لما بينمو المخ بياخذ كل شيء الطفل بياخذه من هالاجهزه هي بيتاثر تاثر كثير سلبي، وهذا التاثر السلبي بياثر بالمستقبل على التواصل مع الطفل، بياثر على التفاعل الاجتماعي مع الاخرين. هي بيقولوها انه نحن مثلا ابننا صار عنده توحد، وطلعت موضه بال 2018 انه شيء سموه توحد شاشات. هون انقسموا في فريقين عندنا، فريق بيقول لك انه توحد، في توحد شاشات، فريق ثاني بيقول لك لا ما توحد شاشات، لانك انت عزلتي ابنك هالفتره هي خلال هذه ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، ما بقى في تواصل. لا يعني حتى لو ما حطيتيه مثلا على وسائل التكنولوجيا، على التليفون، على الجوال او على الايباد او على اي وسيله من الوسائل، بعدي ابنك 6 ساعات لا تتواصلي معه، ما تحكي معه، هو انطوى صار في عنده انطواء ذاتي. فمعناته انا هون ما حملنا السبب الجوال او مثلا التلفزيون. بدل الام بتحط ابنها مثلا 5 6 ساعات مشان بتحطه على الكرسي تبعه، وبتجي انا شفت كثير من حالات بتجي الام بتهزه كام هزه برجلها عن جد، بتهزه وبتتركه، رجع بتلاقيه عم يضحك لحاله، عم يتفاعل لحاله. هذا السبب يلي خلانا نحسب انه هذا الطفل بيعاني من بعض سمات مثل التوحد. اذا اول شغله بدنا نفصلها انه ما له علاقه الجوال بالتوحد، ما اسمه توحد شاشات، لا اسمه سوء تواصل بين الام وبين بين الطفل. هي بالنسبه للسنتين. النقطه الثانيه من سن سنتين لخمس سنين مسموح للطفل او الطفله طبعا للاطفال انه يستخدم الجوال مده ساعه فقط باليوم كله، باليوم كله، واذا نص ساعه بيكون احسن واحسن. وممكن هلا انا كيف بدي استعملها؟ هلا كمان بنقول بس لنكمل انه انا بدي استفيد، يعني انا كمان كأم او كتربويه انا سمحت لابني يستخدم هي التكنولوجيا، لكن باصول،
وخليه كمان يستفيد منها ويكون عن المراقبة كمان دكتور. طبعا بدي يستفيد منها. هلأ بدنا نقول شلون الأم أو الأب بده يعمل كنترول على هذا الموضوع. من عمر 6 سنين أو 5 سنين لغاية 12 سنة بياخذوا ساعتين بالأسبوع. ساعتين باليوم. مجموعة 14 ساعة. 14 ساعة أسبوعيا. يفضل يكونوا 7. أنا بفضل يكونوا 7. لكن ما قدرنا نعملهم. هلا مثلا احيانا بيكون يا الله انا اليوم عطله وانا بدي استخدمه اكثر من ساعتين. ايه معلي انا بعطيك اياه اكثر من ساعتين، اعطيتك اياه 3 ساعات، بس هي الساعه اللي اعطيتك اياها حاخصمها من اليوم اللي بعده. يعني المهم المجموع الحد الاقصى 14 ساعه. هلا بالنسبه 12 سنه وفوق، طب نحن لازم نحن كامهات كاباء كاخوه اكثر من 3 ساعات باليوم ما لازم نحن نستعمل هالأجهزة هي، لأنه فعلا بتأثر علينا، بتأثر ضرر إلنا ولولادنا ولعائلتنا. الثقافة يمكن وعشي كتير دكتورة. يعني هنا نبدأ بالشيء الشائع جدا هلأ واللي عم نسمعه كتير، هي الاضطرابات اللي عم تصير عند الأطفال بالسن الصغير اللي عم يعطوهم اهاليهم الموبايل، وعم بيصير فعلا عندهم مثل ما قلتي من انواع التوحد او تشتت الانتباه او اضطراب التواصل، وهي المشاكل عم تاثر عليهم لبعدين. يعني عم يصير عندهم تاخر نطق، عدم تواصل، عدم تفاعل. خبرينا قد ايه في خطوره بهذا الشيء، كيف فيها الام اذا كان عندها هي المشكله تخلص ابنها من هي، خاصه انه الابن بيعتاد على الشيء. نعم. قبل كل شيء كيف نحن أثرت على ابننا وكيف عملت عنده ADHD فرط النشاط والحركة الزايدة، أو كيف عملت عنده نوبات صرع، في نوبات صرع وفي أمراض تانية كتير غير اللي حضرتك ذكرتيها. ممكن هلأ نحكي منها إذا كان الوقت بيسمح لنا. هلأ مثلا كل الأجهزة هاي، كل أجهزة التكنولوجيا بتصدر شيء اسمه شيء موجات كهرومغناطيسية. هي الموجات بتيجي للطفل وخاصة الطفل اللي قبل السنتين بتيجي بيتلقف الدماغ بشكل غير طبيعي بسرعة شديدة. بتيجي بتقول لك ابني أنا ما في تواصل بيني وبينه، ابني عنده شحنات، بيروحوا بيعملوا له تخطيط كهرباء تخطيط دماغ، بيطلع عنده شحنات زايدة. طب مين اللي عمل شحنات الزايدة؟ أنت اللي عملتي الشحنات الزايدة لابنك، أنت اللي خليتيه يكون عنده تشتت انتباه، انت اللي خليتيه يصير عنده اضطراب تواصل. امهات كثير بتشعر بالندم وكثير بتقلك ما بعرف انا ماني قادره. في بعض القنوات تشفرت، قنوات اطفال الامهات صار عندهم مثل يا لطيف نوع من العزع، انه انا ابني على شو بده يتسلى. طب في عندي انا وسائل كثير كثير اني انا اعمل الوسائل البديله لحتى اخلص ابني من هيك انواع من الاجهزه الذكيه. هلا بدي اضيف لحضرتك السؤال حضرتك انه مثلا عمل عنده اضطراب تواصل، ليه عمل اضطراب تواصل؟ لانه الابن قاعد انطواء ذاتي. انا ابني بتخير الام، نحن هلا بدنا نروح لبيت تيتا، تروح لعند تيتا ولا تقعد بالبيت وتاخذ الموبايل؟ طبعا الولد حيختار الموبايل. ما عدا الألعاب وخاصة إذا فتنا بسن المراهقة، وياتنا سمعنا عن الألعاب يلي بتكون خطيرة طبعا. هي الحالة بحث دكتورة، هي على قد ما سببت كوارث حقيقية تماما. هي بسن المراهقة يعني، وخاصة عما بيعرفوا شو بينزلوا، كلها هي مدروسة طبعاً. مدروسة يعني مدروسة بإتقان، وخاصة إنها تتوجه للشعب العربي. بصراحة أنا بحس أكثر شيء مثلا ألمانيا هلا طلعت قرارات قوانين ومشي معها عدد كتير كبير من الدول الأوروبية، إنه إذا أم بيلاقوا عاطية ابنها تليفون أو موبايل بيقبضوا عليها أبدا. يعني صارت في مشكلة وفي قانون وفي حبس عليها. هي النقطة كتير كتير مهمة. النقطة الثانية اللي بدنا نقولها انه غير الاضطرابات مثلا شو ممكن الآثار السلبية. هلا ما بدنا نحكي بس على الآثار السلبية مشان نكسب شوي من الوقت، مشان ما تفوت بمود الاكتئاب انه طب احنا يعني ليش طيب اخترعناها، ليش جبناها. لا، في بعض الإيجابيات اللي حنحكي عليها، بس بحب ضيف قبل على الآثار السلبية مثلا النمو الطفل بعمر سنتين الدماغ بينمو بسرعة بيتلقف كل شيء، فهون بيقف النمو. بيقول لك انه انا ابني ممكن يقل ذكائه لما بيكبر اذا كان بيستخدم الاجهزه الذكيه،
بقول لك ايه ممكن يقل ذكائه، بالمقابل بيجيكي فريق اخر بيقول لك لا انا على على سبيل التجربه، انا بالتجربه ابني بالعكس تعلم وصار ذكائه. بقول لك كلام كمان كلامك صحيح. ليه؟ لانك انت عرفت وجهت ابنك وعرفت كيف تستخدمها. انا لما قلنا الساعه يلي انا سمحت فيها للطفل، انا سمحت لابني من 5 سنين ل 12 من 5 سنين ل 12 سنه انه انا ياخذه ساعتين. هدول الساعتين انا كيف بدي، طبعا هي المرحله الابتدائيه، المرحله الابتدائيه لاحظي بهي المرحله انا ممكن وجه الاجهزه الذكيه لخبرات تعليميه. طبعا انا كثير من الاطفال بعرف انه هلا اللغه تبعهم بيرفكت، يعني من رائعه من استخدام الاغاني باللغات. بس دكتوره في كمان يمكن فرح توافقني الراي، في كثير من مثل ما بسموهم اليوتيوبر الصغار، هي دارجه جدا عم يعملوا اشياء، عم تعلم الاولاد كثير الاذى، تمام ثقافات ثانيه، وهي عم يعانوا من الامهات يعني. تمام. كمان الطفل عم بيكون عدواني، انا ابني عدواني لانه انت تاركتي 3-4 ساعات على برامج بتعلم كيف القتل، كيف بتعلمه كيف الاساليب يلي ممكن يصير مجرم، وسمعنا جرائم كثير صارت. ليه؟ لانه هو عم بيتعلم هي كمان سلوكيا، بالاضافه للسلوكيا العناد، الصراخ، صوت العالي، العناد، لما الام بدها تمنع منه هي الاجهزه، فبده يصير يصرخ، بده يعيط، بده يكسر، بده يعمل، هذا كليات مشاكل سلوكيه صارت عند الطفل بعد استخدامه الاجهزه الذكيه. بس بدي اقول بعض فوائد مشان نكسب شوي من الوقت. مثلا خلينا نقول المدارس اللي عم تعرف تستخدم الأجهزة التاب، إنه عم تزود لكل طفل من الأطفال التاب وصارت تدرسهم عن طريق هيك أجهزة. مثلا نقول الإمارات 29 ترتيبة بالعالم 29 اللي عم بتدرس اولادها بهي الطريقه باستخدام الاجهزه التكنولوجيه، بس الوحيده طبعا بالوطن العربي اللي هن عم بيستخدموه استخدام صحيح. خلينا نقول مثلا بعض الوسائل اللي بيستخدموها بالمدارس او الاباء، بعض مثلا الدورات التعليميه اللي انا مثلا بدي اعلم الولد صوت الحرف، انا كاخصائيه تربويه بدي اعلمه صوت الحرف، انا بقول لك بعض التربويات المعلمات بتنطق الحرف غلط، عرفتي؟ نعم. فانا بحط للطفل عن طريق اللابتوب او عن طريق التاب او عن طريق الجوال الاصوات، وهو بكرر وراها، بكرر الصوت فبينطقه بطريقه صح، كثير صحيحه. نعم. يعني بالنهايه دكتوره ما فينا نقول ما في فوائد للتكنولوجيا، في فوائد لكن بطريقه منضبطه وبساعات مضبوطه ايضا من قبل الاهل، مع التركيز على مراقبه محتوى الشيء اللي عم بيشاهده الطفل بشكل دائم. كل الشكر اكيد لك دكتوره لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى اكيد يكون في هذا الوعي الكبير عند الاهل دائما. بس بحب اضيف شغله واحده بنص دقيقه، انه انا كاب وكام لازم اكون قدوه لابني، يعني انا مو معقوله احرم ابني الموبايل وانا وابوه ماسكين الموبايل، اول ما بيجي من الشغل هو مسك موبايله والام مسكت موبايله والولد قاعد عم بيطلع فيهم، لا لازم يكون عندنا قوانين، والقوانين مثل ما بدها تطبق على ابني لازم تطبق علي انا كاب، واقعد اتواصل او كاب وكام كعائله، يعني حتى صار في مشاكل اسريه كثير لانه الاب والام فاضيين لبعض. نعم. على الموبايلات كيف على الاولاد على الموبايلات. اكيد نحن بنتشكرك كثير دكتوره، وفعلا يعني بنقول دائما الحياه العمليه وخاصه الام العامله صعبه، لكن تعطي شويه وقت بما انه دائما خارج المنزل، تعطي شويه وقت لتواصل معه وتصير في تشاركيه بنشاطات أكيد. معينه اكيد بتوقع بيكون افضل مثل ما كنا نحن عم نتربى بمكان ما في عصر الله. الموبايلات والانترنت. شكرا لوجودك. شكرا لكم. شكرا لجميعكم. شكرا لك. اما هلا زينب اكيد بنروح لمجموعه من الاخبار المنوعه.